روح. هذا البيت اللي دلنا عليه المختار. تحرك وانت بهمني. امي خلاص راح اخليكي بحالي، بدي اروح على الزمن. ما بخليكي تروحي. بكيني امي. لا امي. نرمين امي نرمين. سلموا حالكم، البيت محاصر. سلموا حالكم، البيت محاصر. العساكر جايين لعنا. أرض عم شاه جهان عم زمان سدرةً جتي هَمَان بِر فَزَا أُمْدُ أُدَمْدَ خليك وراي. انت سناء خانم؟ ايه انا. شوفي وين بنتك؟ امي شو بإيدك؟ في مرة نسيته، ما بعرف شو في. اتركه ما دخليه. حرام، خليني روح اعطيه اياه. احمد تعا وين رايح؟ يا خالة نسيتي شنطتك. يا أمي أبو إلى خير قول. يا أمي من شاء الله. يا أمي قوم شوف شوفي يا شاء الله بسرعه. انا لا استنى استنى يا ربي دخيله. والله غريبه، منين اجى هالصوت؟ شو في عالم ما في حدا؟ مو مبين شيء بنو. شو عم بيصير؟ فهموني هلا بدي اعرف. رشا، ليش القمله ما انفجرت بالجامع؟ وانا شو بيعرفني؟ عليكم ان تدعوا للمحافظه. شو طلع في جزء؟ الحمد لله شكرا على الله. يا رب لأن الله مع الجماعة. قوموا لشوف، تحركوا. حاضر زيدان. يلا رجع قومي، بدنا نهجم على الجامع. شو؟ طيب هيك بدك تفوت وتقتل الناس جوا؟ يعني ليش هالشغلة؟ شو بتفرق عن القنبلة؟ يلا امشوا تحركوا. أمرك. يلا. حاضر معلم. دورنا بكل مكان وما لقينا لا أثر. يلا لشوف، احكي وين بنتك. صدقني يا سيدي ما بعرف شي عنها. انت مقبوض عليكي، يلا خدوها. تأمر سيدي. حاضر سيدي. يلا بسرعة تحركوا تحركوا، طلعوا حواليكم. يلا شوفي. يلا انت وياه امشوا. والله ما بعرف شوفي شبكون. يلا يا جبناء يلا. جيبان لك مين هدول؟ عاش تصفنوا، جهزوا اسلحتكم. هاتي بروتي. يلا شو صار لي؟ لك الله يسلم هالايدين. لا
الحمد لله، والله وشك خير علينا. رشا اصحي على حالك، يلا يلا نشوف، يلا انت ويا امو تحركوا من هون لشوف، يلا فوتوا خلونا نقتله. خير يا مختار؟ لك شو بك انت؟ لك شو جنيت يعني؟ بدكم تروحوا من الضيعه هلا؟ شو عم تعملوا؟ لا سكر من لاير الضيعه، خذ رجالك ونلعوا يلا. اي لا تعيط، ليكنا رايحين، يلا رشا يلا يلا يلا. لا شو ارمياء؟ تفضل سيدي تفضل. الخالة سناء ما دخلها وما في داعي لتاخدوها، بس هي اعترفت انها انضمت لهم. اذا شايف في اي مشكله صحيه من اجل الموضوع شوي. القصه مو هيك منوب، بس هي عملت هيك مشان تنقذ بنتها وكلنا بنشهد على هالشي. ايه يا سيدي هذا اللي صار، اصلا هي مستحيل تسوي هيك. والله انا مهمتي انه سلمها للمحقق وبعدين المحكمه هي اللي بتقرر. طولي بالك، رح ياخذوا إفادتك وبعدين يطلقوا سراحك. ارفعي راسك ولا توطي النوب، انتي بريئة. المشكلة ما بعرف على شو بدي ازعل، على هالبهدلة اللي تبهدلتها ولا على بنتي اللي ما قدرت انقذها؟ بس انتي ما تبهدلتي يا خالتي، وأي أم بمحلك رح تعمل نفس الشي وتضحي كرمال ولادها. إن شاء الله نيرمين بتنفد. انقذها أنت، الله يوفقك وخليك جنبها واعتبرها. يعني هي بتكون مثل أختك يا ابني، مشان هيك وقف جنبها. يلا امشوا. حاضر سيدي رح نمشي. خالتي لا تبكي، رح نضل جنبك خالتي. ديري بالك على حالك. الله يمشي. الله يكون بعونه. يلا يا خالتي. يا حرام ما رشت عمسك. دمرت حالها. المنيح دائما بصير فيه هيك. لا تحكي هيك، لازم نتفائل. وبكرة بتشوفي كيف رح تطلع. كلنا منعرف انه هي مو مزنبة، والكل مستعد يقول إفادته. ونيرمين العساكر قدروا يلاقوها؟ لا هربت من الضيعة. معناتها رجعت لعند الإرهابيين مو؟ حوينتها، هي لساتها صبية وقلبها طيب، كانت بريئة كتير، بس ما بعرف كيف انضمت لإلهم. خلوها تأدمن، يعني سيطروا عليها وجبروها أنه تتصرف هيك تصرفات. يلا نمشي. يلا زينب فيكي شي؟ زينب 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 زينب, زينب. 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 بابا حبيبتي شو بك؟ بابا زينب واحد زين حرك انت وياه. يلا اسرع يلا نشوف. زيدان زيدان رجع العصفور على عشو. دايما يقول لك يلا كملوا ما حدا يوقف. يلا على ضيعتك مو هيك؟ أنا كنت رايحة بس شوف أمي. إيه وشو شفتيها بعدين؟ إنك حدا بيهرب من التنظيم؟ معلم والله الحق معك، أنا غلطت بس والله كان علي مو معي. أعطيني الدواء الله يخليك. يلا
رايحين لعند عمر آغا، جهزي لي عنصرين. وهي اللي قدامك، ما تخليها قدام عيونك، عم تفهمي؟ حاضر زيدان. وليك وين رحتي بباروتك؟ آه ضاعت مني. ضيعتيها، لك حدا بيضيع سلاحه. أنا بفشك من اليوم رايح. خلاص زيدان، لا تفش خلقك بالبنت. ليكي اسمعيني منيح، أنا رايح لعند عمر آغا.